ده كنا محتاجينه من زمان، يعني بقالنا فترة ماتش المصري وماتش سيراميكا بنكون كسبانين لحد آخر دقيقة، بس ما بيحالفناش الحظ. فالمكسب ده احنا بقالنا فترة كبيرة مأدين كويس، بس المكسب ما كنا محتاجينه، والحمد لله على كل شيء. يعني الجهاز اتكلم معاكم الفترة اللي فاتت للتغلب بقى على يعني مسلسل التعادلات ده. طبعا يعني احنا فرقة لسه صاعدة وكل حاجة، بس احنا بنلعب على هدف معين والحمد لله بنأدي بصفة كويسة جدا. بس زي ما قلت لحضرتك المكسب ما كانش بيحالفنا، وكنا دايما بنتعادل في آخر دقيقة، وطبعا المكسب ده هيبقى حاجة إيجابية معانا، وإن شاء الله يبقى بداية للانتصارات بإذن الله. تكوين فريق زي ده مجموعة من أصحاب من الشباب وأصحاب الخبرات والعناصر اللي دخلت على الفرقة، يعني التوليفة بشكل عام انسجمتوا الانسجام واضح عليكم. طبعا الحمد لله، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا فرقه لسه صاعده، بس طبعا يعني في نجوم كتير واللعيبه كلها من الدوري الممتاز، وطبعا يعني احنا ما بنلعبش اللي احنا نقعد في الدوري، وان شاء الله يعني بننافس، يعني نبقى في مكان كويس في الجدول باذن الله. اللي جاي بقى شايف اللي جاي ازاي من ورا؟ ان شاء الله اللي جاي حاجه كويسه باذن الله، وطبعا يعني الاداء مبشر بكده، وطبعا يعني انا بشكر كابتن مجدي والناس مش مقصره معانا والاداره وكل حاجه، وباذن الله يبقى التوفيق معانا في المباراه الجايه ان شاء الله.